السلام عليكم. أعلن هذا الأسبوع عن زيارة منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكجورك لكل من مصر والكيان الإسرائيلي لبحث موضوع تهديد تل أبيب باجتياح مدينة رفح وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا التطور بعد يومين من زيارة وفد رفيع من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة القاهرة لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة. مصر التي تحولت إلى قبلة الباحثين عن حل بعد تهديدات إسرائيلية بمهاجمة رفح طرحت مواقف قوية رفضت فيها اجتياح رفح واعتبرت تهجير الفلسطينيين قصرا أو طوعا خطا مصريا أحمر، مسربة مواقف عن مسؤولين مصريين أن أي هجوم على رفح قد يؤدي إلى تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل. لكن مراقبين رأوا أن حدة الموقف المصري تراجعت عندما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بإمكان إسرائيل نقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب لحين انتهاء العملية العسكرية في رفح. ودلت على تراجع الموقف المصري أيضا تصريحات قبل ذلك لوزير الخارجية سامح شكري أظهر فيها تمسك بلاده بمعاهدة السلام واعتبر أن حركة حماس لا تحظى بإجماع فلسطيني. نتوقف في هذه الحلقة من حديث العرب مع هذه التفاعلات محاولين الغوص في حقيقة الموقف المصري من مهاجمة رفح ومعرفة ماذا في جعبة منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض في زيارته للمنطقة. التفاصيل بعد متابعة التقرير التالي. فهم طبيعة الشعب الفلسطيني. ربما يكون الموقف المصري من الهجوم البري الصهيوني المحتمل على مدينة رفح الفلسطينية أكثر تأثيراً من الموقف الأمريكي وأي موقف دولي آخر، رأي يؤكده كثير من المراقبين لتطورات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي تدور رحاها منذ ما يقارب 5 أشهر، غير أن ثمة غموض بشأن الموقف المصري في هذا الصدد. فبينما تحذر الخارجية المصرية من عواقب وخيمة إذا أقدم الاحتلال على اجتياح رفح برياً، تؤكد وسائل إعلام صهيونية أن مصر لا تعارض العملية العسكرية المحتملة في رفح، وأنها فقط ترفض تهجير الفلسطينيين قسراً إلى أراضيها، وهو موقف سبق أن صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. بحسب مراقبين تأتي زيارة بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى القاهرة وتل أبيب في سياق التمهيد للهجوم البري على رفح، لا سيما أن واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي مجدداً ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة، ما يعني دعماً أمريكياً للخطط الصهيونية بشأن رفح وإن زعمت واشنطن غير ذلك. وبينما يتصاعد الجدل بين مؤيد ومعارض للموقف المصري، تكشف تقارير لعدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية عن قيام السلطات المصرية بإنشاء منطقة عازلة قرب الحدود مع قطاع غزة، مؤكدة أنها تعد لاستقبال الفلسطينيين الفارين من رفح في حال بدأ الاجتياح البري لها. تقارير نفت مصر صحتها وأوضحت أن تلك المنطقة تعد لتكون مركزاً لتجميع المساعدات الإنسانية لغزة، إلا أن ذلك بدا للبعض أمراً غير مقنع، فمن غير المنطقي بناء مركز تتكدس فيه المساعدات بينما الناس على بعد أمتار منها يموتون جوعاً. وبحسب كثير من الفلسطينيين فإن الموقف المصري هو المعول عليه بالأساس لوقف اجتياح رفح برياً، إذا أعلنت مصر رفضها للعملية ذاتها وليس فقط لتهجير الفلسطينيين قسرياً.
إذن موضوع الحلقة هذا نضعه على طاولة الحوار مع ضيوفنا الكرام. أبدأ من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، الأستاذ عزيز العصا الكاتب والباحث وهو معنا عبر الهاتف طبعا، ومن مدينة لوزيرن السويسرية حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، ومن اسطنبول عبر سكايب أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية. أهلا بالضيوف الكرام جميعا. من اسطنبول أبدأ، يعني فيما يتعلق في الموقف المصري صار أحجية فيما يتعلق من الهجوم على رفح، فمرة هو خط أحمر ولن تقبل به مصر تحت أي عنوان كان، ومرة أخرى لا بأس من حيث المبدأ، لكن إذا ما كانت إسرائيل متمسكة بفكرة تهجير الفلسطينيين فليكن، ولكن إلى صحراء النقب التي تسيطر عليها الكيان الإسرائيلي وليس إلى شمال سيناء. في هذا السياق أريد أن أسألك السيد أحمد عن محددات الموقف الإسرائيلي من غزة عموما ومن رفح خصوصا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضرتك وبالضيوف الكرام. أهلا وسهلا. الموقف المصري في الأساس هو بينبع من رفض قضية التهجير ورفض العملية العسكرية في رفح، ولكن هناك ضغوط إسرائيلية وضغوط من جهات أوروبية وغربية أخرى، هذا بيؤدي إلى التضارب والتناقض والتعارض أحيانا في تصريحات المسؤولين المصريين. بمعنى قبل يعني المدة الأخيرة بعد مفاوضات باريس، وكان في كلام عن صفقة جديدة لوقف إطلاق النار، يعني كانت احتمالات تنفيذ عملية عسكرية في رفح بتتراجع، وبالأخص أن إحنا عندنا أن رفح ضمن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، رفح بتقع ضمن المنطقة دال على الشق الفلسطيني، فالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة هو جزء من المنطقة العسكرية دال، اللي بيفترض حسب الاتفاقية ألا يسمح لإسرائيل بإدخال أسلحة ثقيلة إليها أو حتى إدخال ما يزيد عن 4 كتائب من المشاة. فبالتالي أي عملية عسكرية إسرائيلية مفترضة في قطاع غزة على الحدود بما فيها معبر رفح أو محور صلاح الدين، هذا يفترض أن يكون عليه توافق مع مصر أو موافقة مصرية أولية. طب إذا إسرائيل خرقت ذلك وفرضت أمر واقع، الواقع المصري حاليا بيحاول، أو النظام أو السلطة بتحاول أنها تعلن أنها بترفض ذلك، طب إذا ده تحقق وحصل موجات نزوح هيكون أمامها خيارين، إما خيار التصدي للنازحين بالقوة وإحداث مجزرة فيهم، وده لن يقبل يعني شعبيا بأي شكل من الأشكال، أو أنها هتمرر أو هتقبل عدد من النازحين تحت ضغط الضرورة، وبالتالي بدأت مؤخرا تقوم ببعض الاستعدادات من أجل يعني في حال حدوث تهجير جبري. أما أنها تقدم على خطوة ممارسة ضغوط مضادة ومباشرة وقوية على إسرائيل، ده إلى الآن لم يظهر ولم يعني يتجلى في المشهد. حتى يعني الأيام الماضية رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، وهو الوجه الأبرز في الحديث عما يحدث عن في غزة، صرح صرح بأن المساعدات موجودة على الحدود المصرية وموجودة على معبر رفح، ولكن لابد أن تدخل إلى غزة بتنسيق إسرائيلي، لأنها إذا دخلت دون تنسيق سيتم قصفها. طب ما هو ده مفترض أن الدور المصري والضغط المصري هو إدخالها دون أن تتعرض لها إسرائيل أو أن تلحق بها ضرر. فللأسف يعني الموقف الإسرائيلي المتمادي لا يواجه بموقف قوي، وبالتالي بنجد بقى هذه المساحة من التعارض والتناقض، أن في الأول في رغبة برفض التهجير، ولكن تحت الأمر الواقع ربما يمرر هذا بشكل نسبي. هذا التعارض والتناقض في التصريحات بين المسؤولين المصريين أنقله لسيد حسام في لوزيرن في سويسرا لأسألك عن فيما يتعلق بالهجوم على رفح، ما الثابت بالنسبة لمصر وما المتحرك أو المتغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا يا دكتور وأهلا بضيوفك. هو في الحقيقة من الهام جدا عندما ننظر إلى يعني التصريحات السياسية أن نضعها في إطار التوقيت والملابسات، بمعنى أنه بتقوم مصر بدور سياسي أنا أعتقد من وجهة نظري في درجة من الاحترافية فيما يتعلق برفح. فعندما ذكر على لسان الرئيس المصري بأنهم يمكن أن ينقلوا الفلسطينيين إلى صحراء النقب، هذا كان قبل الوضع اللي احنا فيه، قبل ان تمس رفح او قبل ان يثار هذا الموضوع باي صوره من الصور.
حقيقة حتى تصريحات وزير سيد خفية حسام، تصريحات يعني أنت ربما تشير إلى أن هذا التصريح الذي ورد على لسان الرئيس المصري كان سابقا للتطورات الأخيرة، لكن لم يكن له علاقة برفح. نأتي لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري، في الحقيقة هو ذكر بأن مصر تمسكت باتفاقية كامب ديفيد لمدة 40 سنة، وهذا شيء أمر ثابت، لكن هذا لا يعني أن مصر مجبرة للتمسك بفلسطين القادمة. يعني بمعنى من الهام جدا أن ننظر ونحلل هذه التصريحات في إطارها السليم، لأن كل كلمة تفرق. أعتقد أن ثوابت مصر في هذا الموضوع هي في الحقيقة فلسطين تعتبر العمق الاستراتيجي الأساسي للأمن المصري، لأنها أول خط مواجهة مع العدو طيب الطبيعي هذا المصري. سيد حسام لو أذنت لي بس أنا أتحاور معك في هذه القضية. هذا واضح أن ما تمثله فلسطين بالنسبة لمصر تاريخيا، وربما لا توجد دولة عربية باستثناء فلسطين خاضت حروب مع الكيان الإسرائيلي مثل ما فعلت مصر، هذا واضح. لكن الآن نحن لدينا متغيرات، لذلك أنا سألتك بالنسبة لمصر في ظل القيادة السياسية التي تحكم مصر الآن، ما هو الثابت بالنسبة لديها الذي لا محيد عنه، وما الذي يمكن أن تتحرك في إطاره؟ يعني عندما يقول مثلا أنا الرئيس أعتقد المصري، لو سمحت لي، بغض عندما النظر يقول الرئيس المصري بأنه يمكن نقل، حتى لو كان في مرحلة سابقة زمنيا، يمكن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب وإنهاء العملية ثم بعد ذلك إعادتهم، ما الذي يمنع من أن هذا يكون هذا منطبقا على رفح؟ تفضل. من الهام جدا ان يوضع كل تصريح في توقيته وملابساته اذا اردنا ان نخرج منه بحقيقه معناه. لكن طبعا الثوابت الواضحه بالنسبه لمصر، عندما ذكرت ان فلسطين العمق الاستراتيجي الامني، اعني بذلك ان الثوابت انه لا يمكن ترك حريه التحرك للجيش الاسرائيلي باي صوره من الصور في رفح. هذا ليس له علاقه بوجود معاهده سلام او وجود معاهده اتفاقيه المعابر او حتى المعدله في 21 2005 و21 بعد كامب ديفيد. هذا ليس له علاقه بهذه المواضيع. يعني الحقيقه رفح او تحرك الجيش الاسرائيلي بصوره حره داخل رفح هو يهدد الامن المصري، الامن القومي المصري بدون ادنى شك، ولذلك فانا اعتقد انه خط احمر. الشيء الاخر ان احنا لا يمكن ان نتناسى ابدا مدى اتصال القاعده الشعبيه المصريه بالاخوه في فلسطين. لا يعني بمعنى ان هناك باي صوره من الصور هناك دائما كارت ضاغط واضح على النظام يجبره على التصرف في حدود معينه عندما يمس الامر مصر والتعامل مع قد يقول الفلسطينيين. قد يقول قد يقول لك مشاهد فلسطين الآن، يعني ما قيمة هذا الموقف الشعبي الضاغط على القيادة المصرية بشأن رفح إذا ما كان الفلسطينيون كما ورد في التقرير يتضورون جوعا على بعد أمتار قليلة من المساعدات المتكدسة في الأرض المصرية؟ طبعا هنا ذكر، يعني بمعنى أصح احنا لازم ننظر لموضوع يعني المساعدات الغذائية وعبورها لمعبر رفح من الجهتين. ما زلنا لدينا رفح الفلسطينية ولدينا رفح المصرية. ومن المعروف حتى منذ بداية هذه الحرب التي شنها الكيان على فلسطين انه كان بيضرب حتى الاماكن اللي قريبة عندما يحاولوا، يعني المعبر اتضرب كذا مرة، مش مرة واحدة، وحدث تهديم في المعبر وحدث افشال للطرق اللي بتؤدي. لكن طبعا بلا ادنى شك هناك تقصير واضح، مش ليس فقط من الجهه المصريه، لا بقى من كل من يعمل على القضيه الفلسطينيه. احنا يعني يجب ان نكون واضحين في هذا سيد الموضوع. حسام، لكن سيد الان حسام، اليوم نحن نحن وصلنا لسنا في موضع، لسنا معذره منك، لسنا في موضع اتهام مصر من عدمه. نحن نبحث قضيه فيها شعب الان هو يعني محاصر ومعرض للافناء بحسب الروايات الاسرائيليه والتهديدات الاسرائيليه. اليوم عندما يقول القياده السياسيه في الاحتلال على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان من يمنع دخول المساعدات الى فلسطين الى غزه هي مصر وليست إسرائيل، ولا يأتي إنكار واضح شفاف مباشر صريح ردا على هذا التصريح. هو حقيقة كان ذكر، حتى جو بايدن قال كمان أنه هو اللي أقنع الرئيس المصري بفتح المعابر. لكن لا، يجب أن نعلم أن حتى في ظل ظروف الحرب الحالية تحاول إسرائيل بكل الطرق أن تظهر للعالم أن مصر على جانبها، وأن هناك تفاهم، وأنهم يتفاهموا على رفح، وأن العملية ستتم بتفاهم مصري، وأن 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 وأن. وفي الحقيقة هذا كله لا يوجد، يعني لا يوجد دلائل عليه مباشرة، لأنه
أنا أعتقد أن مصر غير قادرة بأي صورة من الصور على التورط في هذا الأمر، خاصة إذا وجهت بعمليات نزوح للإخوة الفلسطينيين لمصر. ماذا سيكون الحال؟ الموقف سيكون موقف عصيب جدا، لا يمكن للقوات المصرية بأي حالة من الأحوال أن تتصدى للإخوة الفلسطينيين، هذا لن يحدث. طيب دعنا نسمع رأيا فلسطينيا في بيت لحم. مرحبا بك سيد عزيز. يعني في ضوء الواجب والممكن، ما المطلوب من مصر فيما يتعلق بالوضع في غزة اليوم، وخصوصا بشأن التهديد بالهجوم على رفح، وما الممكن؟ يعني أخي الكريم، لست أنا من يرسم السياسة المصرية، يعني بلا شك يعني كمراقب ومحلل، الشعب المصري والقيادة المصرية هي أدرى بمصلحة شعبها وجيشها وأمنها أيضا. وبالتالي أنا يعني استمعت جيدا لجميع النقاشات التي سمعتها. أولا أود أن أفند ما حضرتك يعني قل تحدثت به حول تصريح الرئيس السيسي قبل حوالي 5 شهور، يعني في حينه، ولا أدري لماذا علينا أن نبقى نشتر في هذا التصريح ونعيد ونزيد الحديث عنه، يعني ما هي مصلحتنا في ذلك أولا. ثانيا، الموقف المصري الرسمي هو ما يلزمنا أن نناقشه، يعني نحن نناقش الموقف المصري الرسمي. وبالأمس لا أدري لماذا حضرتك لم تورد في هذه الندوة ما تقدمت به الدكتورة ياسمين موسى في العدل الدولي أمس. ياسمين موسى تحدثت 30 دقيقة باسم مصر وشعب مصر، تمام، وتحدثت وفضحت كل الإجراءات الإرهابية التي يعيش تحتها الشعب الفلسطيني، وتقدمت بمجموعة مطالبات للمحكمة. كنت أتمنى أن يتم تصميم حلقة من أجلها لكي نقول بأننا في شعبنا المصري هو يقف مع الشعب الفلسطيني في داخله. يا سيد عزيز، نحن الآن لا نتكلم عن موقف الشعب المصري، نتكلم عن واقع حال. عندما نقول نحن لم نشتر تصريح الرئيس المصري، الرئيس المصري عندما يقول كلاما فهذا يعبر عن إطار السياسة الخارجية للدولة فيما يتعلق في هذا الملف الذي نطرحه. وبالأمس قال وزير الخارجية بأن حماس لا تمثل إجماعا فلسطينيا، وما قد يعكسه ذلك من موقف رسمي معلن تجاه ما يجري في غزة الآن. هذا الذي يدفعنا إلى سؤالك، ما المطلوب من مصر؟ طبعا أنت لست من ترسم، عفوا، ولكن كمراقب وكاتب وباحث أنا أستضيفك، برأيك ما المطلوب من مصر في هذه المحنة الإنسانية التي هبت لها جنوب إفريقيا والبرازيل وبوليفيا؟ ما المطلوب من مصر وما الممكن؟ يا أستاذ، أنا بالنسبة لي كفلسطيني عندما أضع المعادلة وأضع الميزان وأفكر بعمق وطني وبعمق قومي أقول الكثير الكثير مطلوب من مصر. ولكن أنا قدمت لحديثي وقلت لك بأن مصر هي أدرى بظروفها وقراراتها الوطنية. يعني هل مصر، هذا سؤال مهم، هل مصر قادرة أن تدخل في حرب شبه حرب عالمية؟ سؤال مهم. هل مصر قادرة أن تلغي اتفاقيات بينها وبين الكيان الصهيوني؟ هذا سؤال آخر كمان أكثر أهمية. وبالتالي رجاء، يعني حتى أنا من هنا من هذا المنبر أدعو الله أن يحفظ مصر وأمنها، وأن تبقى مصر موحدة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، وأن تبقى يعني في اليمن والبركة. لأنه والله أخي الكريم، إذا لا سمح الله اهتزت مصر ستهتز الأمة اهتزازات أعنف بكثير مما نحن عليه الآن. طيب أعود مرة أخرى إلى إسطنبول سيد أحمد. يعني مصر طرحت مواقف متقدمة فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على رفح، لكن هنا أنقل لك تحليلات مراقبين وباحثين مختصين في الشأن، سواء كانوا دوليين أو حتى إقليميين، يقولون بأن الموقف المصري الحاد الذي سربت القيادة المصرية من صحيفة وول جورنال ستريت الأمريكية بأنها يمكن أن تعلق معاهدة السلام إذا ما هاجمت إسرائيل رفح. مراقبون اليوم يقولون بأن هذا الموقف القوي تراجعت قوته وحدته عندما قال وزير الخارجية المصري سامح شاكر بأن حماس في هذه المرحلة الصعبة من القتال لا تمثل إجماعا فلسطينيا. أريد قراءتك لهذا التغير بحسب المراقبين للموقف المصري مما يجري في غزة.
هو تصريح سامح شكري كان في سياق الرد على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وإن هو يعني كان بيشير إن نتنياهو أوجد وضع كان بيريد فيه تفكيك العلاقة بين الضفة وغزة وتكريس حالة الانقسام من أجل منع المضي في مسار يعني تفاوضي تفاهمي كامتداد لاتفاقية أوسلو. وبطبيعة الحال معروف الموقف الرسمي المصري من حماس اللي بينظر لها في النهاية كإحدى الطائرات الإسلامية المنبثقة من يعني جماعة الإخوان اللي بيتم تكريمها في مصر، فبالتالي في بعض الحساسيات، ولكن نتيجة الظرف الموجود والجوار الجغرافي يعني تم يعني التعامل مع أمر الواقع يعني اللي على الأرض. ولكن في ظل الأزمة الحالية مصر بإمكانها فعل الكثير، يعني حاليا ملف زي إخراج الجرحى للعلاج، أو بيقولوا إن المساعدات عندما تدخل إلى غزة معرضة للقصف، طب الجرحى اللي يخرجوا للعلاج، وحاليا عندنا نحو 70,000 مصاب، العديد منهم مصاب بإصابات حرجة وتحتاج عمليات عاجلة منعا من تحولها لإعاقات مزمنة أو حتى وفاة البعض من بتداعيات هذه الإصابات. ورأينا إسرائيل الأيام الماضية الإعلام الإسرائيلي المسؤولين الإسرائيليين ينددوا بإخراج مراسل الجزيرة المصاب إسماعيل أبو عمر للعلاج في قطر دون تنسيق مسبق مع إسرائيل. فالشاهد أن باستطاعة القاهرة أن تستقبل أعداد أكبر من الجرحى مما يتم حاليا دون انتظار الموافقات الإسرائيلية، والعديد من الدول بترحب بعلاجهم من يعني دول عربية ودول إسلامية، بل حتى في يعني بعض الدول الغربية حتى ترحب بعلاج الجرح. ففي هذا الملف موجود ملف الضغط على إسرائيل في دول عديدة، دول أوروبية، دول في أمريكا اللاتينية، دول أفريقية، دول أسيوية، دول عربية يعني رافضة لما يحدث حاليا وتدعو لوقف إطلاق النار. يمكن التنسيق معها وإدخال يعني المساعدات دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. منظمة صحفيين بلا حدود كانت أصدرت بيان من قرابة شهر أدانت فيه منع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة. بعض نشطاء حقوق الإنسان اللي أرادوا الذهاب إلى غزة عبر معبر رفح والتضامن مع يعني أهلنا في غزة تم إيقافهم في مصر وترحيلهم عبر مطار القاهرة. فهذه المسارات كلها يمكن تفعيلها، ويمكن تفعيل العلاقات الدولية من أجل الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لإدخال المساعدات. لا 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 يليق أن يكون سكان يعني شمال غزة يعانون مجاعة، لا يجدون ما يأكلونه يعني لأيام طويلة وعديدة، وبرنامج الأغذية العالمي علق توزيعه المساعدات يعني بالأمس أو أول أمس. هذه كارثة لا ينبغي أن يتم التعامل معها بمنطق أنه إذا دخلت المساعدات إسرائيل ستقصفها. إذن أين أنت قوتك؟ أين سيادتك؟ أين ضغوطك التي تضغط بها على إسرائيل؟ لا يمكن السماح لإسرائيل أن تعربد في المنطقة بهذا الشكل دون ضغوط جادة وحقيقية. بل الأمر الصادم أنه في ظل هذا العدوان تم عقد اتفاقية خلال الأيام الحالية لزيادة حجم الغاز الذي يتم استيراده من إسرائيل من أجل تسييله وتصديره إلى أوروبا، يعني بقرابة لمدة 11 سنة إضافية في صفقة بين شركات إسرائيلية ومصرية. وصفت بأنها صفقة ضخمة. وصفت بأنها صفقة ضخمة. نعم. هذا الوضع الذي يعني يقر فيه وترى فيه مصر والعديد يعني وأغلب الدول العربية أن إسرائيل هي التي تقرر ما الذي يدخل ولا يدخل، ومن الذي يخرج للعلاج ومن الذي لا يخرج، وما الذي يتم وما الذي لا يتم. يعني هذا الأمر حقيقة أمر غير لائق بالواقع العربي بالواقع الإسلامي. طيب. ومصر عليها دور باعتبار الواقع الجغرافي، هي الدولة العربية الوحيدة الملاصقة لقطاع غزة. طيب. يعني بقية المعابر بقية حدود القطاع كلها مع أراضي 48 اللي بتحتلها إسرائيل، واليوم إسرائيل بتهدد إن هي هتسيطر على يعني المحور الحدودي، بكده تعزل قطاع غزة عن محيطه العربي بشكل كامل. بل بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية عندنا بن غفير سموتريتش وآخرين من رفاقهم بيدعوا يعني أن يبقى الأمر القادم تهجير أهل الضفة. ورأينا الضغوط بن غفير اللي عملها بمنع المصلين من الضفة ومن أراضي 48 تقييد وصولهم للمسجد الأقصى. فهؤلاء لديهم يعني منظومة كاملة ترى أن أرض فلسطين كلها حق له، وأنه ينبغي تهجير كافة يعني أهل فلسطين وصولا لهدم المسجد الأقصى. هم يرون أن هذه فرصة يعني ذهبية لهم، إن تم تمرير هذا الأمر في قطاع غزة غدا ستكون الضفة
ثم بعد ذلك الـ 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 لكن يعني عرب في 48، وهنكون امام كارثه لا ينبغي تمريرها. طيب. واسرائيل يعني دعني سيد احمد يعني انقل نعم هناك دعني يعني لو اذنت لي ان اتحول الى لوزان في سويسرا. سيد حسام، هناك بعض المراقبين حتى الإسرائيليين قالوا بأن موقف مصر يمكن أن يصبح أكثر ليونة فيما يتعلق بالهجوم على غزة إذا ما حصلت على بعض التطمينات ونسق معها قبل ذلك، وهذا ذهب إليه أكثر من مراقب. برأيك هل يمكن أن تكون مصر في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالهجوم على رفح أكثر ليونة بحسب آراء كثير من المراقبين وحتى بعض المسؤولين الإسرائيليين؟ أنا أعتقد بأن رأي المسؤولين الإسرائيليين هي مجرد جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية لتمرير العملية على رفح يعني. لكن في الحقيقة أنا لا أرى بأي صورة من الصور أن مصر ستكون أكثر ليونة. على العكس، أنا أعتقد أن ما يحدث حاليا هو إعداد، طبعا يعني بدأت منذ فترة إعادة نشر القوات بصور مختلفة، بدأت مصر تلوح حتى إن كانت عن طريق تسريبات بما يتعلق بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، بما يتعلق بإمكانية مصر لديها الكثير. مصر ممكن أنها تسمح للقاعدة الشعبية بالتظاهر، من الممكن جدا أن تنسحب من دور الوساطة اللي هيقضي على أمل إسرائيل في استعادة الرهائن. أنا أعتقد أن احنا سنرى في الفترة القادمة، لأنه لا يوجد في يعني في يعني في في السياسة لا يوجد الأبيض والأسود، يعني هناك دائما، وخصوصا في ظل وجود الدور الدبلوماسي الذي تلعبه مصر حاليا في هي وقطر فيما يتعلق بالوساطة بين إسرائيل وحماس. أنا أعتقد طبعا أن احنا سنرى يعني إسرائيل بأي صورة من الصور ستقوم أو ستحاول أن تقوم بالعملية في رفح. إسرائيل تحسب حساباتها الآن وتعد العدة حتى تتم هذه العملية بالصورة التي تريدها لفصل قطاع غزة عن بقية المنطقة العربية كاملة. لكن أنا أعتقد أنه ما يحدث وراء الأبواب والمناقشات التي تتم الآن ووجود المبعوث الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، ويحاول بكل الصور أن يحصل على تمرير بعض هذه المواقف من القيادة المصرية. لكن أنا يعني ما أراه أن احنا سنرى تحركات مختلفة، قروض ضغط جديدة ستدخل في الملعب. أعتقد أن مصر لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح أبدا باجتياح رفح، ولأن هذا سيضع يعني أولا بغض النظر عن الالتزام ناحية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لكن أيضا سيضع مصر في موقف أمني لا تحصل عليه، لا يمكن أن يتم قبوله بأي صورة من الصور. يعني أنا أعتقد أن احنا على العكس لن نرى تهاون وليونة، وهذه الفترة مرت خلاص يعني. طيب. كان أعتقد أن القيادة كانت تعتقد أن سيتم وقف إطلاق النار، وأنه سيتم بعد خصوصا بعد باريس كان من الواضح أن هناك بوابة الكل يتحدث عنها، وفي لحظة واحدة انتهى كل شيء. فأعتقد أن فترة الليونة بالعكس يعني سنرى تغير في الخطوات الدبلوماسية والسياسية، من الممكن جدا الاستدعاء السفير، من الممكن جدا سحب السفير المصري، سنرى أشياء أعتقد ستكون جديدة، لأن ما يمكن أن يحدث في رفح هو أمر مهول، هي مذبحة لا يمكن لأي أحد يعني أن تضاف إلى المذابح التي تمت للشعب الفلسطيني، ولا يمكن للشعب المصري أبدا أن يتحمل، ولا القوات المصرية ستتدخل ضد الفلسطينيين بأي صورة مصر. طيب مشاهدين الكرام، فاصل قصير ومن ثم عودة لمواصلة هذا الحديث.
حياكم الله. ما زلنا معا في الحديث عن موقف مصر من التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة. سريعا أذهب إلى بيت لحم. سيد عزيز، يعني صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت تقريرا عن أن مصر تبني منطقة عازلة وحددت الأبعاد 13 كيلومتر مسحتها بارتفاع 7 أمتار، وأوردت لقطات صور عبر الأقمار الاصطناعية لهذا العمل. برأيك هل يمكن هذه المنطقة التي قيل بأنها معدل استقبال نحو 100,000 لاجئ، هل يمكن أن تكون إحدى التوليفات المحتملة لعملية إسرائيلية معينة في رفح تحقق المصالح الأمنية الإسرائيلية ولا تضر بالأمن القومي المصري؟ يعني أعتقد هذا السؤال أخي الكريم، يعني أولا هو مصدره صحيفة أمريكية، ثانيا أنا بالنسبة لي كمراقب عندما استمع إلى الموقف المصري عادة وعندما أعلق على الموقف المصري، هلا طالما الموقف المصري الرسمي والشعبي يرفض أي تهجير للفلسطينيين من خلال رفح أو غير رفح، يعني حتى من خلال البحر الكل مرفوض، التهجير مرفوض، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أضع هذه الفرضية التي حضرتك تتحدث بها، ونحن لسنا ملزمين بكل ما يرشح عن الصحافة الأمريكية أن يكون هو دليلنا في الحراك ودليلنا في التفكير ودليلنا في التحليل، بدليل أن هناك وفد فلسطيني رفيع وصل إلى القاهرة. لو كانت مصر كما تتحدث الصحيفة الأمريكية لما استقبلت الوفد الفلسطيني ولما ذهب الوفد الفلسطيني أصلا، وبالتالي أرجو رجاء حار أن نكون حذرين جدا في تناول هذه الأخبار والتعاطي معها وتداولها واعتماد ما يرشح من الحكومة المصرية ومن الصحافة المصرية فقط، لأن إسرائيل وأمريكا واضح جدا الأهداف التي تسعى من أجلها، هي تسعى من أجل إقامة شرخ عميق جدا بين الفلسطينيين والمصريين، وهذا الشرخ يكون شرخ تاريخي بحيث لا يمكن إصلاحه في يوم من الأيام، لأن ما تمر به فلسطين الآن وضع لا يحتمل المجازفة ولا يحتمل الخداع، وإنما بحاجة إلى الوضوح في المواقف من جميع الأطراف. طيب أعود مرة أخرى إلى إسطنبول. سيد أحمد، يعني المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون أنهم لن يقوموا بأي عمل في رفح دون التنسيق مع مصر، وهذا ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي في مؤتمر ميونخ منذ أيام في ألمانيا، مؤتمر الأمن في ميونخ. قال بأن مصر حليفتنا، لن نقوم بعمل يضر بمصر وسننسق معها قبل تنفيذ عملية رفح. أسألك عن طبيعة التنسيق الذي يمكن أن يحصل بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بعملية رفح. كما ذكرت حضرتك أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كان فيها بنود بتتعلق بالانتشار العسكري على كلا جانبي الحدود، المنطقة الحدودية بامتداد 14 كيلو بين مصر وقطاع غزة هي جزء من المنطقة دال، فبالتالي وفق هذه الاتفاقية لا يسمح لإسرائيل بإدخال أسلحة ثقيلة، دبابات، مدرعات، أو حتى إدخال ما يزيد عن 4 كتائب مشابه إجمالي 4,000 جندي إلى هذه المنطقة مسلحة بتسليح خفيف، فشن عملية عسكرية كبيرة فيها هذا بيتطلب دبابات، مدرعات، وأسلحة ثقيلة وغيرها، وهذا يتطلب موافقة مصرية مسبقة. طبعا في جزء من التصريحات الإسرائيلية هو غرضه سياسي ودبلوماسي، يعني إن هو بيحاول إن هو كما ذكر الأستاذ عزيز إن هو يعني يضغط على الجانب المصري، يعطي رسائل للجانب الفلسطيني وللمقاومة ولأهلنا في غزة إن هناك تواطؤ إقليمي عليهم. في بعض الممارسات الموجودة يعني السماح لإسرائيل بالتحكم في حركة المرور على المعبر ايضا هذا بيعزز من يعني تاثير التصريحات الاسرائيليه، فبالتالي ان في مساحات من التنسيق محتمله، ومن بدايه الحرب كان هناك تسريبات بل احيانا تصل حد التصريحات ان هناك مطالب اسرائيليه من بعض الدول الاوروبيه باعطاء مصر يعني مساعدات ماليه ومنح وغيرها
مقابل تمرير الموقف الإسرائيلي في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل عام وصولا لمعبر رفح. ورأينا ان في تغيير بالفعل بدأ مؤخرا، الاتحاد الأوروبي أعلن ان في صفقة يعني او في اتفاق هيعطي مصر بمقتضاه قرابة 9 مليار يورو من اجل علاج تداعيات حرب غزة حسب توصيف يعني المفوضية الأوروبية. مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت ايضا واشارت ان في زياده للقرض المقدم لمصر، مصر كان في قرض 3 مليار دولار لم يصرف منه سوى القسط الاول فقط، القسط الثاني في مارس من العام الماضي وفي سبتمبر لم يصرفه، فهي قالت ان هيتم صرفهما قريبا وهيتم مضاعفه القرض، وفي كلام ان القرض بدل ما كان 3 مليار هيتراوح من 6 ل 10 مليار دولار، فبيحاول انه يوظف الواقع المالي والسياسات اللي بسبب الانفاق غير المدروس ويعني امور كثيره ادت لتضخم الدين الخارجي في مصر من 40 مليار دولار في 2013 اليوم 165 مليار دولار، فبيعطي مصر انها هيساعدها في المرور او في عبور الازمه الاقتصاديه لحين مقابل السماح لاسرائيل بتنفيذ ما تريده في رفح. هذا يراهن عليه الجانب الاسرائيلي، وحتى يعني اكثر من يعني مسؤول اوروبي اشار ضمنا يعني منذ شهر ومنذ شهرين ان هذا الاتجاه كانت حتى بتدفع فيه النمسا وبنسبه ما المانيا، ولكن هناك دول اوروبيه اخرى كانت رافضه في الاتحاد الاوروبي لان قرارات الاتحاد الاوروبي بيفترض ان هي او يعني بتطلع بالاجماع. احنا عارفين موقف ايرلندا ومن بعدها اسبانيا يعني مختلف عن الموقف الالماني والموقف النمساوي والمريكي. فالشاهد ان هم بيحاولوا يستخدموا ادوات متنوعه، اداء التفاهم، المشاريع الاقتصاديه، المساعدات الماليه، غير ذلك، من اجل يعني تليين الموقف المصري واعطاء السلطه في مصر بعض المكتسبات التي تجعلها تمرر هذا العمل العسكري الاسرائيلي. ولكن نتيجه حساسيه الامر ونتيجه خطورته وحتى انعكاساته اللي ربما يكون لها انعكاسات امنيه وسياسيه في الداخل المصري وعدم الرغبه في الظهور بمظهر المنحاز علنا لاسرائيل، يعني حتى الموقف المصري من عمليه حرس الازدهار اللي الولايات المتحده عملتها في البحر الاحمر، رغم ان مصر متضرره في ايرادات قناه السويس قرابه 50% من نسبه الانخفاض في المرور، الا انها رفضت ان تشترك في عمليه حرس الازدهار كي لا تحسب انها تشارك في عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن اللي هم بيقوموا بعض الهجمات كتداعيات حرب غزه. فالامر في قدر كبير من الاحراج والضغط اللي بينعكس بقى على تعارض المواقف او تناقضها او تصريحات تبقى قوية وأخرى بتتراجع إلى غير ذلك. لكن اليوم لدينا، وهنا أسأل سيد حسام في الوزير، اليوم لدينا متغير وهو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بريت ماكجوك منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض يزور القاهرة وتل أبيب في يوم واحد للمحادثات بشأن عملية رفح وصفقة الأسرى. ما الذي في جعبة هذا ما يسمى برجل بايدن القوي في البيت الأبيض برأيك؟ أنا أعتقد أن هذه الزيارة واضحة المعالم، يعني إذا نظرنا للسياسة الخارجية الأمريكية بغض النظر عن التصريحات المعلنة وتضارب بعض التصريحات، إنها تساند إسرائيل على يعني طول الخط وبكل الطرق، ويعني بالتسليح وبكل ما يمكن، بالخبراء، بكل ما يمكن. فهو في الحقيقة أنا أعتقد أن وجود هذا المبعوث الهام الآن بهذا الثقل في يوم واحد زيارته إلى القاهرة وإلى إسرائيل تعني أن هناك اختلاف واضح في وجهات النظر، وهو يقوم بالدور المطلوب إن أنه يقرب وجهات النظر أو يحصل لإسرائيل على تنازلات من الجانب المصري. ومن الواضح أن هذه التنازلات يعني غير موجودة بصورة سهلة، ولذلك استدعت وجود هذا الشخص ومحاولته التحقق من عدم وصول الأمر إلى مواجهة يعني حتى دبلوماسية مباشرة بين مصر وإسرائيل في هذه المرحلة. أنا أعتقد أن يعني هذه الزيارة لن تكون ناجحة بالقدر الكافي، يعني لن يستطيع أن يخرج أو يأخذ من مصر وعد بتمرير عملية رفح. حتى في الحقيقة يعني لازم أرجع وأقول أنه من الهام جدا أن نعلم أنه نحن وصلنا إلى مرحلة تم استهلاك فيها كل الأدوات اللي كان يمكن انها يعني غض النظر عنها والنظر الى المنفعه في مقابل السياسه و احنا وصلنا الى مرحله
ان لدينا 1.4 مليون فلسطيني موجودين حاليا في رفح. نحن نتحدث عن امر، وعن امر خطير، عن امر جلل. نحن نتحدث عن امر اذا حدث اي نوع من الهجوم المباشر ومحاوله التهجير القسري هيكون هناك مذابح لم يرها العالم حتى. يعني بالرغم ان احنا وصلنا لهذا الرقم العالي جدا 30 ألف شهيد في فلسطين، ما زلنا لا، يعني هذا لا يقارن بشيء اذا ما قام الجيش الاسرائيلي. وانا اعتقد انه لا يمكن ولن تسمح مصر بذلك، ولن تسمح القوات المسلحه المصريه ابدا بحدوث هذه المذبحه على ابواب مصر. وإذا كان هناك ما يقال حاليا عن المنطقة العازلة أو أنها بعمق 5 كيلومتر وأنه تم بنائها، إحنا لازم نتصور أنه مصر لن تستطيع رد الإخوة الفلسطينيين. بمعنى أنه لو حصلت أي نوع من المواجهات، لو حصل أي نوع من المواجهات ولم تصل مصر وإسرائيل إلى أي تفاهم على عدم القيام بعملية رفح، سيكون أمام الجانب المصري سؤال واضح جدا كيف يتصرف مع الإخوة الفلسطينيين اللي هيبدأوا في الدخول. فيجب ان يكون هناك خطوات معينه يستطيع فيها ان يعني يقوم بما يستطيع. هنا الخطوات المعينه، هنا ما يقوله الاعلام الدولي ولم ينفه بشكل مباشر وقطعي المسؤولون المصريون من ان المنطقه العازله التي تبنى قرب غزه هذه. انا اعتقد ان المنطقه العازله هي امر، يعني هو امر مطلوب للتنسيق لحمايه الامن المصري، بمعنى ان الامن القومي هيتطلب في حالة أخذ إسرائيل اتجاه أحادي في القيام بأي عملية، يجب أن يكون هناك منطقة عازلة تسمح لمصر بالتصرف. وهذا أمر طبيعي جدا في التكتيكات العسكرية. يعني النهاردة طبعا موضوع أنها ملاجئ وأن سيتم وضع فيها الأغذية، وهذا كله كلام طبعا يعني غير واقعي وغير عملي. لكنه في الحقيقة كما ذكرت في البداية، يجب أن ننظر إلى ما يحدث دائما في توقيته ومع الملابسات المتعلقة به. يعني أنا لا أعتقد مصر طبعا في حالة يعني اقتصادية مزرية، الاقتصاد المصري يعني لديها مشاكل كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت حاليا نحن نتحدث عن الأمن القومي المصري ليس فقط عن مساندة فلسطين. طيب. وفي هذه الحالة يعني تتغير الأمور وتتغير المعايير، ويصبح الذي كان يمكن التغاضي عنه لا يمكن التغاضي عنه بأي صورة. طيب، لو عدت مرة أخرى إلى بيت لحم سيد عزيز، يعني زيارة ماك جورك إلى القاهرة سبقتها قبل يومين زيارة وفد رفيع من حركة حماس، على رأسه رئيس المكتب السياسي الحركة إسماعيل هنية، للتباحث في هذه القضايا. برأيك هذه الزيارات واللقاءات مشفوعة بوساطة قطرية ووساطة مصرية، هل تثير لديك التفاؤل بإحداث خرق ما في الأزمة؟ يعني أنا إذا في نوع من التفاؤل أو لنقل شعاع في آخر النفق، أنا بتقديري هو تراجع أمريكي. يعني أنا أفهم من هذه المكوكيات هو تراجع أمريكي، لأنه لو كان الوضع يسير لصالح إسرائيل وجيش إسرائيل في غزة، ولو أن مصر أن إسرائيل حققت النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو، لما تحركت أمريكا قيد أنملة. أمريكا تتحرك في المنطقة من أجل شغلتين مهمات جدا. الأولى إنهاء ملف الأسرى بما أو المحتجزين أو يعني بما يحفظ الحد الأدنى من ماء الوجه بالنسبة للكيان الصهيوني. أما فيما يتعلق بالزيارات، لماذا تكون في مصر ولماذا توقيتها، فهي بلا شك لأنه نحن تعلمنا في السياسة أنه ما في شيء اسمه محرم مطلق. يعني في السياسة في هناك مفاوضات، في هناك مفاوضات مباشرة، مفاوضات غير مباشرة. وبالتالي أنا ما أعتقده أن الأمريكان متحركين بشكل جاد جدا من أجل إنجاز هذا الملف لعدة أسباب. السبب الأول الحالة الانتخابية التي أصبحت تتعمق الآن في أمريكا، والحزبين كل منهما بحاجة إلى الشرق الأوسط أن يكون هادئ، يعني أن يهدئ الشرق الأوسط. كلا الحزبين يتنافسان على من منهما يهدئ الشرق الأوسط أمام الشعب الأمريكي. هذه ستكون لصالح. النقطة الثانية والمهمة جدا، أن أمريكا عندما بدأت تصنع
الحقل في 7 أكتوبر وأجا بايدن وكان يتخيل بأن هجوما خاطفا سريعا لإسرائيل على غزة سينهي الملف ويعود بايدن مرتاحا، فكانت نتائج البيبر اختلفت تمام جدا عن الحقل الذي تخيلته أمريكا، وبالتالي هذا الحقل أصبح مر وموجع وبل هو مثل العلقم، يعني لم تعد أمريكا قادرة أن تتجرع أي منتجات من منتجات هذا الحقل الذي تم في غزة. ومما يؤكد على ذلك أن ما يجري في البحر الأحمر الآن أصبح كما يقال في باللغة الإنجليزية out of hand بالنسبة لأمريكا، خارج السيطرة، وبالتالي لا تحالف الازدهار ولا تحالف التخلف اللي ممكن ينجز يحقق إنجازات للولايات المتحدة. أيه. منطقة لبنان لا تسير بالاتجاه الذي يرضي الأمريكان. طيب. في علاقتهم مع إيران. طيب. والنقطة الأخيرة إذا سمحت لي، كمان الأمن القومي المصري لن يستطع التحمل إلى ما لا نهاية. الأمن القومي المصري، المصريين لهم حساباتهم ولهم فهمهم ولهم إدراكهم للدفاع عن وطنهم أيضا، وبالتالي هذا ما تدركه كمان الولايات المتحدة، ومن هنا تأتي هذه الكشكول في بعضه في مجموعه هو يشكل المبرر لهذه الزيارة. طيب سيد أحمد، أختم معك، يعني المسؤول الأمريكي يدمج في زيارته إلى القاهرة وتل أبيب موضوعي صفقة الأسرى وعملية رفح مع بعضهما، كيف يمكن التوفيق بين هذين المسألتين في وقت واحد بالرغم من أن حركة حماس تقول أنه إذا ما شنت إسرائيل عملية على رفح فيجب عليها أن تنسى صفقة الأسرى؟ نتنياهو في المفاوضات الأخيرة في باريس كان قدم عرض وحماس قدمت رد على هذا العرض، ونتنياهو رفض يعني مطالب حماس واعتبر ان الاستجابه ليها ستمثل انتصارا سياسيا للمقاومه وهزيمه استراتيجيه لاسرائيل، فلذلك بعدها لجأ لسياسه حشر المقاومه في الزاويه والضغط على حماس وعلى فصائل المقاومه من خلال الضغط على الحاضنه الشعبيه وعلى اهل غزه، املا ان هذا الضغط المشدد يدفع المقاومه للتراجع في موقفها، فمثلا منع دخول المساعدات الانسانيه من خلال المعابر اللي كانت امريكا قالت ان معبر كرم ابو سالم هيشتغل وكارني كان في كلام انه هيشتغل، بيجي شويه متظاهرين 20 30 واحد من المستوطنين ويمنعوا دخول المساعدات، والجيش الاسرائيلي يقول يعني ان في احتجاجات شعبيه ونشاهدهم في يعني لا يزيد عن 30 40 شخص، ولكن هذا بتعليمات مباشره من غفير وتواطؤ من نتنياهو، فهو بيضغط من خلال تجويع السكان في شمال غزه، من خلال الضغط الميداني وتعزيز القصف اتجاه رفح والتشديد ان عمليه رفح ستبدا قريبا، سنفتح رفح، سنفعل كذا، وهو يحاول ان يزيد من ادوات الضغط من اجل اجبار المقاومه على الرضوخ للمطالب الاسرائيليه، واللي كان نتنياهو بيطرح فيها ان مقابل كل يعني اسير اسرائيلي يفرج عن 3 اسرى فلسطينيين فقط، في حين المقاومه كانت بتدعو للافراج في المرحله الاولى على الاقل عن 1500 من الاسرى الفلسطينيين. فنتنياهو يعني ما يقوم به نوع من انواع الضغوط وياخذ بعض الخطوات لمزيد من الضغط، وهو في تصريحات معلنه قال ان يعني سنجبر حماس حسب كلامه يعني على التراجع عن مطالبها والتراجع عن شروطها وعقد صفقه بشروطها. الولايات المتحده بتحاول حاليا انها تضغط على الوسطاء من اجل الضغط على حماس من اجل الاستجابه للمطالب الاسرائيليه، واللي بعض المسؤولين الاسرائيليين جالنت وغيره بيقول ان حتى بعد هذه الصفقه لتبادل الاسرى وحتى بعد هذا التفاهم اسرائيل ستقوم بشن عملية عسكرية لأنها لن تقبل أن بتواجد لفصائل المقاومة على المنطقة الحدودية بين غزة ومصر. وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي من بيت لحم عزيز العصا الكاتب والباحث كان معنا عبر الهاتف، ومن مدينة لوزيرن عبر سكايب مدينة لوزيرن السويسرية حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، ومن اسطنبول أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية. شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.